مساء الخير دكتور. اهلين مساء النور. يا هلا اهلين. كرومي شبه نسيت اقول لك انه ما عندنا خبز. نعم ما عندنا خبز. وهلا شو بناكل؟ مسبحه بالمعلقه؟ والله ما بعرف، نسيت حبيبي. حبيبي كيف تنسي؟ طيب كيف تنسي؟ انا ما قلت لك اي شيء بدك اياه اكتبيه على ورقه، بعتي واتساب، يعني نازي واتساب من الصبح المساء. دربن 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 دربن. هي باقه. بعدين شو صار هلا بستحي من عند ام محمد؟ لا 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 محمد، لا ام محمد لا ام ابراهيم، ما بتستعيري شيء. خلص هلا بروح بجيب خبز وبرجع. بدك تروح لاخر الحارم مشان هيك؟ بروح لاخر الشام مشان هيك. قال ام محمد منيحه والله، هلا بنستعير رغيف خبز، بكره بتلاقيهم عندنا بالسهره. خلاص يا عمري لا تعصبيني. ها مسكي، راح اروح اجيب خبز وارجع. ما بطول. ما بطول. بدك شيء ثاني؟ لا سلام. اكيد ما بدك شيء ثاني؟ لا. طيب حلو، حضري السلطه يلا. حاضر. كرومه عبي لي وحدات. انا كم مليون الف مره بدي اقول لك هاي السيره اللي عاد تجيبي لي اياها، ولد بهذا الظرف ما حاجي بفهميها. بس انا بدي ولد. قلنا 3 سنين متزوجين وما في غير بتقلي على مهل. هلا اوضاعنا مو منيحه لتصير احسن. انا هذا الحكي كلياته ما عم تدخل براسي. شو قصدك يعني هذا الحكي كله ما عم تدخل براسك؟ شو عم بكذب عليكي انا؟ لا ما عم تكذب، بس اللي وضعهم اسفت من وضعنا ب 100 مره عندهم كومة اولاد. انت دكتور صيدلي قد الدنيا، كراتبك قد 5 من العيال اللي حوالينا، ومع هاد ما بدك مني ولد. انت مفكره انه انا ما بدي ولد منك؟ لا انا ماني مفكره، انا متاكده. لك شو هالحكي هاد؟ شو هالحكي؟ شو المسخره اللي عم تحكيها؟ هلا صار حكي مسخره؟ فرح حبيبي طلعي فيه. حبيبي انت بتعرفي قديش بحبك انا، انا بحبك وموت فيك. هي اول، ثانيا انا يعني مو معقول اجيب ولد غير منك. معقول تفكري هذا التفكير؟ يا مجنونه. ثالثا والاهم، انا ابني ما بدي اجيبه لهون على هذا البيت، على هي الحاره مع هدول الناس. ماني راسم لمستقبله هيك شيء، فهميها بقى. بركي وضعنا ما تحسن اكثر من هيك. وحياة عيونك رح يتحسن طبعا. هي وحياة عيونك. معقول يعني ما بصدقيني؟ ما عندك ثقة فيه؟ ما تحكي هيك كرم، انت بتعرف انه مالي غيرك، واذا بتقلي موتي بموت. بعيدي الشر عن قلبك، لا تحكي هيك. بدي منك شغلة واحدة بس، طولي بالك علي شوي. بكره وحياتك بالبيت الجديد رح تبي اولاد. ان شاء الله. ما باخذ منك غير الحكي. يا برني الراية أنا، دخيل الله حبيبي. هلأ فينا نغير الموضوع هيك؟ بدنا نقضيها فواكه وحكي وما بعرف شو. فينا نعمل شي تاني أهم؟ ما في شي تاني، بدنا نقضيها حكي ودردشة وفواكه. حبيبي حبك. ما بدك تقلي شو بك؟ شو صاير معك؟ من الصبح وانت مو على بعضك، صاير معك شي بالشغل؟ حبيبي طلعي لي بابا من الجنس وهي الجاكيت الكحليه والكندره الكحليه الجديده، عرفتيها؟ كندره الكحليه؟ للخير وين رايح؟ انا ما قلت لك انه هذا اسلوب الاستجواب انا ما بحبه ابدا. مو استجواب، بس انت عم تقول الجاكيت الكحليه والجينز والكندره الكحليه اللي ما بتلبسها غير اذا مشوار كثير مهم. ما هو مشوار كثير مهم لهيك بدي البسها. يلا بسرعه روحي جيبي لي اياها. اسمعي انا قدمت استقالتي. شو؟ لك شو؟ كيف يعني قدمت استقالتك؟ لك شبح شو صار لك؟ قدمت استقالتي بس رايح استلم شغل جديد. لك يلا بسرعة جيبيها بسرعة. كرومة بس لك روحي طلعيها أحسن ما تطلع روحي. لك مو هون هون. صارت 11:30. للمرة الثانية زرني يا دكتور. هذا الكلام نحن بنعرفه. أساساً أنا عامل عقود بنفسي، بس لحد هلأ ما فهمت عليك شو هي الخطة اللي راح تخلي المعمل يتابع إنتاجه بدون أي خلل. وبعتقد كمان المدام مثلي ما فهمت. يا أستاذ بشير نحن لازم نسلم العقود بين إيدينا،
هي اولا، منشان نحن نلتفت للعقود الجديده، هي الطريقه الوحيده. عفوا اسف، هي الطريقه الوحيده اللي بتنجي المعمل من اي شيء عم يتدبر من قبل شركائه. شو امكانيه هذا الشيء يصير بعد المصيبه اللي صارت اليوم بالمعمل؟ قبل ما اجاوبك على هذا السؤال، انا عندي كم استفسار، ممكن؟ مسكر موبايلك سيد كرم؟ مصر مع مين سهران؟ ماشي يا كرم، حسابك بس ترجع. جاوبيني بصراحة، يعني المعمل عنده نقص بالسيولوجي؟ يعني أنا قصدي أنه هو قادر يغطي تكاليف المواد الأولية اللي ممكن نجيبها مشان الشغل الجديد؟ على حد علمي لا، وعلى كل الأستاذ عبد الله مدير الحسابات له جلسة مع محاسب من قبلنا لحتى يعرفوا على الوضع المالي للمعمل، يعني مديونيته مستحقاته قبل ما المدام توقع له براءة الذمة بناء على استقالته اللي قدمها اليوم. كتير منيح، كتير منيح. طيب بدي أسألك سؤال تاني، أنت مدام أنت يعني عندك الرغبة والقدرة إنه المعمل يكمل ولا لا؟ إيه أكيد عندي الرغبة والقدرة إنه المعمل يكمل، لأنه كمان في شيء شخصي كتير بيهمني. تمام، طيب فينا نشرب قهوة مرة تانية مشان صحصح للشيء اللي بدنا نحكي؟ لا بدكم تعذروني، لأنه صلنا زمان قاعدين وأكيد أنتوا جعتوا مثل ما أنا جعت، رح خليوني حضروا العشاء. لا مدام ما في داعي، ما بدنا نعذب. أستاذ بشير ما بده يصير بيناتنا خبز وملح. الظاهر انك جعت يا دكتور. صراحه ايه، صراحه ايه، اظن الشعور متبادل. يلا يلا 10 دقائق وبكون العشاء جاهز. شكرا. يا ربي بس ما يكون صاير معه شيء، دخيلك يا ربي ما لي حدا غيره. شبكي شبكي ليش عم تبكي؟ الروحة؟ الحمد لله على سلامتك، انت منيح؟ حبيبي انا منيح، انت منيحة؟ صاير معك شيء انت؟ والله ما صاير معي شيء، انت صاير معك شيء؟ لا بس طلع قديش الساعة، وحضرتك موبايلك مسكر. وقفتي لي قلبي يا حبيبي، طيب وين بدي يكون يعني؟ أنا كنت بشغلي بعدين ما بعرف ليش موبايلي مسكر، شوفي خلص شحنه. وأنت ما بيخطر لك تطمن علي أو تقول لي فرح أنا بدي أتأخر؟ يا عمري إذا هيك حقك علي، بس ما بدي أشوفك عم تبكي، خلص؟ صاير شغلك أهم مني. حبيبي حقك علي، خلص حقك على راسي من فوق، بس ما بحب اشوفك هيك. وين كنت لهلا؟ وين كنت؟ لك اخ وين كنت؟ شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك. احكي لي والله ما وراي شيء. ايه بلا انت ما وراك شيء، بس انا اللي وراي شيء، انا يا دوبني نام كم ساعة وروح من وش الصبح على المعمل. معمل شو؟ مو على اساس قدمت استقالتك؟ بلا مزبوط قدمت استقالتي، بس انا ما قلت لك اني رايح استلم شغلي الجديد ولا نسيتي؟ ما فهمت كيف يعني؟ حبيبي مشان الله خلص بوس ايدك، بكره الصبح بحكي لك كل شيء، بنقعد هيك على فنجان قهوه اللي بدك اياه بحكي لك اياه. هلا انت نام كم ساعه؟ خلص فروحه شبنا، خلص يعني شو اعمل يعني؟ بوس ايدك عم بقول لك خلص بكره الصبح.
أمري لله، بس بكرة بدك تحكي لي كل شيء. هو بالتفصيل وحياتك رح أحكي لك كل شيء بالتفصيل يا عيوني أنت. طيب ما بدك ناكل شيء لقمة بالمالتنا؟ ها؟ ناكل كم لقمة؟ إيه إيه منيح اللي ذكرتيني، صح لازم نتعشى حبيبي، بس هيك على الخفيف يعني، صحن لبن صغير، صحن زعتر، حبة بندورة صغيرة على السريع، لأنه الكولون ذبحني. دقيقة إنه بيكون أكل عندك حبيبي. حبيبي لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.